سبسكرايبس هنلاقيها ايه منتشره. طيب في الديفلوبمنت كانتريز هنلاقي ايه؟ انستيد اوف ثيفت كرايمز هنلاقي وايت كالر كرايمز. تسمع عن اكسبريشن بتاع وايت كالر كرايمز؟ ايه هي وايت كالر كرايمز؟ هل في جريمه اسمها وايت كالر ولا دي تايبس اوف كرايمز يطلق عليها وايت كالر؟ واو نوعيه من الجرائم يطلق عليها وايت كالر، هي نفس الجرائم ولكن يطلق عليها وايت كالر. لا مش دينجرس، ولكن هنا ايه؟ المينس اوف كوميتي كرايم بدل ما البيك بوكت. البيك بوكت اللي هو ايه؟ نشال. بدل ما يبقى نشال، لا هيبقى هنا مثلا هنلاقي جرائم النصب وجرائم الاحتيال سويندنج بريتش اوف تراست وخيانه الامانه تنتشر في المجتمعات. هي دي كرايمز اجينست بروبرتي. اتفضل. كلاهما كرايم سواء ثيفت كرايمز او وات ايفر، دي كرايمز اجينست بروبرتي. لكن ثيفت كرايمز هل هي تنتشر في المجتمعات الناميه؟